من خلال رؤيتك للإحصائية ديت أو انطلاق إيطاليا بهذه نعم. القوة، كان بالنسبة لك تفوق إيطالي ولا ضعف تركي؟ ضعف منتخب التركي؟ والله يا كابتن هاني أنا لازم على المستوى الشخصي أشيد بمانشيني رغم اختلافي معاه من أيام ما كان مع السيتي، لأن هو أنا كراجل محب للسيتي يعني شفنا مع الراجل ده ربما دوري كان ظريف جدا لما الفريق خده في آخر أسبوع، لكن أداء السيتي مع مانشيني لم يكن أفضل حال. ولكن مانشيني بصراحة مع منتخب إيطالي بنتكلم حقق أرقام كويسة، الفرقة دي ما اتغلبتش تحت قيادته تقريبا من اكتر من سنه، الفريق منتخب ايطاليا لم تهتز شباكه، دلوقتي اعتقد المباراه التاسعه على التوالي، فبنتكلم ارقام فعلا تبين شغل. كمان 27 مباراه بدون هزيمه مع مانشيني، فارقام بتبين ان الراجل اداؤه الفني مع المنتخب تطور بشكل كبير جدا، وواضح ان هو يعني لائق على المنتخب الايطالي. وكمان المنتخب الايطالي في الوقت الحالي يا كابتن هاني معهوش اسماء كبيره قوي فعلا. طبعا يعني انسيني طبعا كلنا بنحبه لعيب نجم وكل شيء، انما ما نقدرش نقول ان هو نجم زي ديل بيرو، لا مش ديل بيرو صحيح. الدفاع طبعا رغم كبر السن بونوتشي وكليني كبار في السن، ولكن قادر ان هو النهارده شفنا وهنتكلم عليها في التكتيك كليني كان هو اللي بيبدا الهجمه وهو اللي بيخش هنخش نص ملعب التكتيك دوت بس طبعًا. كمان قدامنا على الشاشه طبعا مقارنه ما بين الاثنين المدربين منتخب الايطالي والمنتخب التركي، ونشوف ارقام كمان ان مركزين مع ارقام مانشيني طبعا اول مره يمسك منتخب لكن بيعمل ارقام رائعه يعني جدا طبعا. يعني الفرق بصراحه ما بين مانشيني في ايطاليا وجانش في تركيا فرق شاسع، يعني نشوف هنا 24 انتصار مقابل 14، خسر ماتشين ده خسر اربعه، احرز 82 هدف. انا عايز اقف عند ارقام بعض الارقام كريمه، احرز 82 هدف يعني برضو عدد كبير، ده يدل ان القوه الهجوميه اكتر من اثنين اكتر من هدفين في المباراه، بنتكلم 82 هدف في 33 مباراه، انت مقرب من ثلاثه يعني بالظبط بالظبط بالظبط، ارقام بصراحه مميزه جدا جدا. يبقى بقى فعلا الاختبار القوي للمنتخب السنه دي انه يترجم الارقام دي في وصول اول تارجت في وجهه نظري لمنتخب ايطالي انه يوصل سيمي فاينل، تمام ده اول تارجت. التارجت الثاني توصل الفاينل، لان انا في وجهه نظري الرباعي بتاع السيمي فاينل لو ما لعبوش بعض احنا عارفينهم مش محتاجه يعني توقعات.